تسبب حادث اصطدام بين قطار سريع بسيارة نفعية في تأخر 220 مسافر عن وجهتهم، فيما لم تسجل أي خسائر بشرية، حيث تمكن سائق السيارة التي كانت مزودة بقارورة جبل من القفز خارج السيارة. تغطية لمصطفى بن حميد الشيخ. تدخلت الوحدة التنموية للحماية المدنية لدائرة الحمدنا يوم أمس على الساعة 5:25 مساء لأجل حادث اصطدام قاطرة كورادية بسيارة نفعية من نوع جي 5، وهذا على مستوى النقطة الكيلومترية 275 دوار ولاد عبد بلدية الحمدنا، حيث لم نسجل أي خسائر بشرية تذكر، حيث تم إنزال المسافرين البالغ عددهم 220 مسافر، بالإضافة إلى حماية محصول فلاحي كان بالقرب من الحادث، نقل القاطرة وجرها إلى محطة غليزان.